الحكومات او الدوله تشرح للناس شو الوضع، والاردنيين بيتحملوا بالمناسبه ومستعدين يتحملوا اذا كانوا شايفين انه هاي القرارات بتحميهم بالاخر، وبتحمي امنهم، بتحمي وبتحمي وجودهم، وبتحمي كرامتهم. لكن الخلل اللي حصل انه صار اي واحد بيقول لك يا اخي ليش ترفع علي الاسعار وانت بتحكي لي على فساد بال صحيح، والفاسدين موجودين والكذا تجيب مصاري هي هاي هاي هاي, هاي هي كلمه السر، هاي هي الشفره اللي لازم تنفك مع الناس ولازم ينحكى فيها مع الناس بكل وضوح، انه الان في عندنا وضع صعب. الان في كتابه تكليف ايضا للحكومه بالبحث عن بدائل في موضوع الطاقه في في في, في عده مواضيع. الحكومه اي حكومه، ما في حكومه ترغب تيجي ترفع اسعار، يعني هذا قرار غير شعبي. صحيح، هذا صحيح. قرار صدامي مع الناس او يعني بسيء لصوره الحكومه، واي حكومه بتحب تعمل شعبيه. صحيح. الان اذا الحكومه لقت حالها انه في قرارات صعبه لازم تاخذها راح تاخذها بالاخر. لكن البحث عن البدائل اولا، في الان وعود مبشره ان شاء الله انها تصير، اذا صارت يمكن تحمينا لفتره على الاقل تمررنا بهاي الفتره. انتم بتعرفوا انه الأزمة الاقتصادية مش أزمتنا لحالنا، أزمة بكل العالم، إيطاليا واليونان وغيرها وغيرها. إحنا طبيعتنا لها طبيعة خاصة لأنها ترافقت مع شبهات، لأنها ترافقت مع سوء إدارة بالمراحل السابقة، ولذلك صار شكلها أعمق، ركزنا شكلها على قضية شكلها مرعب صار، فما عادت بس مجرد أرقام ومشكلة اقتصادية صرفية يعني. طيب أستاذ عمر، بمحور أيضا قد أتحدث معك قليلا أيضا بالقضية الاقتصادية، لكن لعام الوقت في كتاب التكليف كان أيضا حديث، يمكن كل كتب التكليف كان حديث أيضا مرة أخرى عن الإعلام وضرورة الموازنة بين الإعلام الحر وبين أيضا عدم اغتيال الشخصية. هذه الحوارية الدائمة، هذا السجال الدائم حول هذه القضية، دوما كنا نسمع الحكومة السابقة والحكومات الحكومات السابقة كاملة نتحدث عن قانون لتنظيم الإعلام، حديث رئيسي يمكن حول المواقع الإلكترونية. الجميع يعلم أن المواقع الإلكترونية، وأعتذر عن الإطالة بالسؤال، أنه ساهمت برفع سقوف الحريات في الأردن، لكن للوصول إلى هذه المعادلة ترضي الجميع، ترضي الإعلام، ترضي الإعلام الإلكتروني، ولكن بنفس الوقت أن ينظم هذا الإعلام، باعتقادك أيضا ما هي سر هذه الخلطة؟ سر هذه الخلطة خلينا نقول أنا يعني لماذا أقدمنا على إلغاء وزارة الإعلام إذا كانت كل حكومة لاحقة لإلغاء وزارة الإعلام فيها وزير الإعلام؟ ليش ألغينا الوزارة؟ يكفي أن يكون لمجلس الوزراء ناطق رسمي زي يعني. أما أنا بديش وزارة إعلام، فرختها لسبعة، تفرخت مؤسسات سبعة، صار عندي سبعة وزراء إعلام. بعدين صرت بدي أدور على واحد في طرفة بدقيقة بدي أحكيها، في مستشارة كانت اسمها سعدة عند أهل قرية، بقرة علقت راسها بالزير فجابوا سعدة، قالت شو الحل؟ قالت اقطعوا راس البقرة، فما طلعش راس البقرة من الزير، قالوا لها شو الحل؟ قالت اكسروا الزير. احنا واضح انه مستشارينا كلهم سعدة، بنقطع راس البقرة وبنكسر الزير، يعني ما بينا وزارة اعلام ومع ذلك وزراء اعلام يعني اكثر منها. فبداية اذا بوزارة فيها رفاه احنا مش بحاجة لوزارة اعلام، هل بحكومة زي حكومة انتقالية سريعة بدنا وزير اعلام؟ بدنا ناطق. هذا بداية المشهد وهذا بداية اختلال المشهد. احنا لا بدنا وزارة وبدنا وزارة بدنا الان، وبدنا كمان الازمة الاخطر، بدنا حلاوة بدون نار. بدك حريات وبدك سقف حريات، في امراض مصاحبة، في اعراض على الاطراف تنمو، يعني التعليق المواطن لما صار يعلق كمان جواه كم من الغضب. صحيح. قد يكون التعليق مسيء، لما لا نقرأ الصورة الاخرى انه كمان هذا نفس جزء من احتقان الناس. الآن التعليق إذا بنلاحظ بداياته كانت كيف، الآن صار في رشادة، في رشادة اختلفت موجودة. الإعلام الإلكتروني فضاء، أنا مش عارف كيف واحد يحط الهواء بالقزايز، هذا جزء من يعني كانوا المصريين يتندروا أنه بعب الهواء بالقزايز أنه نصب، إحنا بنحط الهواء بالقزايز، ما بنحط بالقزايز. الآن المطلوب التركيز لنسأل أحدنا، وين التدريب؟ وين التأهيل للإعلاميين؟ وين الاحترافية؟ وين الآن زمن الهواء؟ في زمن التخصص صار عندنا زمن الهواء. طيب وين التخصص؟ وين الاحترافية؟ وين التدريب؟ أيام كانت صحفنا الكبرى تربح الملايين، حدا يقول لي مرة صار الدور التدريب صحيفة؟ بجوز الصحف الجديدة اللي طلعت عملت إشي تدريبي، بالمقابل الصحف العريقة عمرها ما عملت تدريب. المشهد مش بس الإعلام بتحمل مسؤوليته، كمان في انفتاح في الفضاء، ما صار المواطن صحفي لحاله، بصور لك على الموبايل وبمنتجه. صحيح. مواطن صحفي. صحيح. صحيح. المواطن الصحفي الآن السائد بالدنيا يحطه على الفيسبوك بدون موقع وبدوش. أبداً. وعلى رأيي عنده جريدة بتنشر لمليار،
على الفيسبوك وعنده مكنة طباعة أكبر من كل مكنة طباعة العالم بحطه. يعني أنت شو جاي تحكي؟ أنت بدك تحط على المواقع كم من موقع أردني والفيسبوك وتويتر إلك سلطة عليهم بلا مؤاخذة يعني؟ هاي دول الدولة الثالثة في العالم الآن الفيسبوك. خلينا نبحث عن أدوات خلاقة، خلينا نحكي عن رفع سوية المهنة. أزمتنا تاريخيا في الأردن مش أزمة قوانين وتشريعات بقدر ما هي أزمة سوية مهنية وتدريب والحريات ومهنية. الحريات يعني شوي قطعنا فيها، بس للأسف لو قطعنا نفس الشوط بالحريات بنفس الشوط صديقي فايد بالمهنية لما لدينا مشكلة. الآن لما بنيجي نعالج مشاكل التدريب بالتضييق بالحريات، وبنيجي نعالج مشاكل الحريات بالانفتاح المهني، بزبطش. أيضا بدنا نفهم أنه الآن الزمن زمن تخصص، زمن تدريب، زمن تأهيل، زمن أن نفرق بين مدونة والمواطن الصحفي، وهذا حر عنده عالمه الخاص، ولكن زمن أن يتم التعامل أيضا باحترام مع المشهد الإعلامي الكلي. إحنا لما بنشوف كل السبق الأردني خارج سياق الصحافة الأردنية كمان في غضب في الوسط الصحفي، ويتنامى داخل الوسط الصحفي أنه بحس حاله أنه يعني السمن يذهب إلى الفضائيات الخارجية والإعلام الغربي. مسؤولنا بيجي صحفي أمريكي من الدرجة العاشرة بنفتح له باب الوزارة للتراس. نفس المسؤول اللي طالبين بتطوير الإعلام هم اللي أول ناس خاصة توجهوا إلى الإعلام. هذه العلاقة ما هي مش مختلة من الوسط الصحفي، إخواننا بنقابة الصحفيين أيضا. يعني الملك وعد بمليون ونص تدريب، يعني على القليل ما حدش راح يجيب الشك لنعمل مركز تدريبي. يعني المشهد بده أيضا جزء اللي اقترحناه، جزء من الحوار الوقور والسريع. الإعلام أنا بعتقد أنه أكثر جهاز يمكن أن يكون في الدائرة الوطنية، لأنه هو ترى جزء من تصرفاته حتى وهو غاضب جزء من ردود أفعال وطنية، وليس جزء من ردود أفعال يعني حاقدة وناقمة، بس المشهد مفتوح بده أكثر منه. أستاذ فات في ذات سياق تتفق مع مجمل ما قاله أستاذ عمر في قضية الإعلام إلى حد كبير؟ نعم أتفق معه، وأنا بعتقد أنه إذا كان هناك فوضى في عالم الإعلام الإلكتروني أو الصحافة الإلكترونية بالأردن فهي بالمناسبة أو تجاوزات ولا هي جزء من حالة الفوضى العامة السياسية في البلاد. يعني وبالتالي في تجاوزات، نعم في تجاوزات في الإعلام الإلكتروني، في غير في عدم مهنية، طبعا في عدم مهنية، بس كمان لهذا الإعلام دور فاعل وكبير في رفع سقف الحريات في البلد. والأمر الآخر اللي ينبغي الانتباه له، شئنا ما بين هذا هو مستقبل الإعلام. الإعلام رقمي اليوم ولا عبر عن المواطن أكثر، فتح ملفات فساد، تابع يعني كمان هيك، لكن هل تريد إعلاما أفضل أن يلعب دورا أفضل؟ نعم نريد أن يلعب دورا أفضل في المجتمع، لكن حالة الفوضى فيه هي جزء من حالة الفوضى السياسية العامة في البلاد، جزء من الارتباك وحالة المراوحة في عند نفس النقطة في كل عملية التحول الديمقراطي في البلاد. كلما تمأسست الحياة السياسية والحياة العامة في البلاد وقامت مؤسسات ونهضت وفق مبدأ سيادة القانون سيشمل الجميع، وسيكون القضاء المستقل والنزيه والعادل هو ملاذ كل الأطراف للحصول على حقوقها. وأنا مع تشديد العقوبات في القانون، بمعنى إذا تمت الإساءة لشخص أو اغتيال الشخصية ينبغي أن يكون هناك عقوبات وقضاء مستعجل للبت في قضايا الناس، وأن نبني منظومة متكاملة. لكن لا يمكن أن أصلح في الإعلام والحياة مشهد الحياة السياسية كله صحيح. غير قائم. الإصلاح بده يكون مترابط ومن 10 سنوات ونحن نقول إصلاح شامل، لكنها فوضى شاملة. فوضى شاملة. طيب في الدقائق يمكن الخمس المتبقي، سؤال الختامي قد يكون سؤال يحتاج إلى حلقة كاملة. في من عنها هذا المنبر سياسيون كثيرون عبروا إنه ما زلنا في الأردن في عنق الزجاجة. أستاذ فيصل شبول، هل تعتقد أننا ما زلنا في عنق الزجاجة أم أننا إلى أين تحديدا؟ يعني على الأقل نحن في أجواء الربيع، طبعا ما طلعنا بعدنا. إنما الخلاف بالتقييم، إنه في ناس شايفين كل شيء أسود وإنه إحنا رايحين لصدام أو لمشكلة، ويمكن هذول أقل. يعني الأكثر أنا بعتقد إنه عندنا فرص كثيرة أن نخرج معافين أكثر، نستخدم خبرتنا في هالموضوع ونرجع نحكي مع بعض بشكل أحسن وننفتح على الجميع، وإذا تجزأت المشاكل بتنحل. التصوير المشهد بالأردن أنه مشهد كارثي وأنه مشهد، هذا ما بيخدمنا بهاي المرحلة. اللي بيخدمنا الآن
أن نتحاور مع الجميع. الآن تسمع ثلاث آراء صحيح، الكل بيروح لهذا السبيل. أي مواطن عادي بتتحدث معه بالإعلام، حتى واحنا بنحكي بالإعلام صحيح، رفعوا سقوف كل شيء بما فيها سقف الشتم. يعني معقول كمان في صحفي بيشتم؟ يعني ما ضل في بالدنيا كلها صحفي بيعمل هذا الشيء. لكن جزء من الأعراض الجانبية، لأنه المجتمع بمخاط، في انعكاس الإعلام، انعكاس لحالة المجتمع برضه. هلأ انعكاس بعض مرات مشوه، بعض مرات الحراك مشوه بيكون، بس بالآخر بدنا نقبل أنه إحنا نمر بهاي التجربة. كل المنطقة بتمر، أنا بعتقد مش بس أنه الربيع مستحق، أنا بعتقد أنه متأخر، الربيع العربي متأخر، زمان كان لازم يصير هذا، ولذلك إحنا تحملنا المرحلة هاي ومرينا. أنا بالآخر ما بعتقد أنه عنق زجاجة، بعتقد أنه إحنا يعني جزء ما زلنا في هاي الأجواء، ولكن قادرين نمر، قادرين، ولكن بالإرادة بالجميع. بالإرادة. أستاذ عمر، يمكن ذات السؤال هو يعني بجوز إحنا في عنق الزجاجة وقربت الفلين يتسكر، ولكن تعودنا في الأردن أنه في وصف لمحمد حسنين هيكل أنا بحبه، بصف الأردن بقول أنه هاي يعني تتمتع بميزة أنه في الثانية الأخيرة من الدقيقة الأخيرة من الساعة الأخيرة للغرق ترجع تنجو، وهاي تجارب متراكمة مع الأردن. يعني أعتقد قد تكون الظروف يعني مختلفة، ولكن بعتقد الجينات الأردنية دائما تستطيع أن تتوافق في لحظة الحاجة التاريخية للخروج. وزي ما حكينا أنه يكفي أسبوع إلى أسبوعين من الحوار الجاد والمحترم للخروج من هذا النفق، وبالبداية التفكير في يعني مخرجات جديدة ورسم صورة جديدة جماعية تقبل أن يكون الجميع موجود. بجوز المشهد تعتقد أن هذا الحوار سيتم بصراحة؟ أعتقد ليس أمامنا مجال سوى هذا الحوار، ليس أمامنا خيار سوى الحوار الجاد والملتزم والوقور، أن نتفق على أن نعظم اللي متفق وأن نناقش الخلافات. زي ما حكى فهد، بدك أنت اللي بيجي على الحوار هو يعلم جيدا أنه مستعد للتخلي عن 50% من مطالبه على الأقل. أستاذ فهد، في عنق الزجاجة نحو الانفراج أم نحو الانسداد؟ الأسابيع المقبلة حاسمة لتقرير المسار، لكن بالتأكيد ليس أمامنا من خيار سوى أن ننجح في اجتياز اللحظة التاريخية. الأردن بلد محوري في المنطقة، مهم استقراره، جزء من استقرار المنطقة، ينبغي المحافظة على هذا الكيان بكل الوسائل المتاحة. وأعتقد أننا نملك مقومات الاستمرار وتقديم نموذج بديل ومختلف ومتطور في مجال الإصلاح والتحديث في البلاد. المهم أن ندرك مزايانا وأن نعرف كيف نوظفها. إذا فشلنا في ذلك فحتما ستكون كارثة، لكن أنا واثق من أننا سننجح في اجتياز الامتحانات الصعبة. لكن كل ما نريده أن نصل إلى بر الأمان بأقل كلفة ممكن. أستاذ فهد الخيطان، أستاذ عمر كلاب، والأستاذ فيصل شبول، شكرا جزيلا لكم. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن المتابعة، نلتقي بإذن الله مساء الثلاثاء المقبل. السلام عليكم.